ما نحكوا على مؤسسه ماي سكول هنا في ولايه الواد نبقوا هنا ونقارنوها ببقيه المدارس بدون تسميه وش اللي وش اللي يميز ماي سكول والله هنا متميزين اصلا متخصصين في اللغات معناها ما عندناش لي فورماسيون بروفيسيونال هذه التكوينات المهنيه ولا مثلا باش دير تاع تجميل تاع حرقوس تاع كذا ما خطينا الحاجات هذه تاع حلاقه تاع كاين مؤسسات اخرى تنشط في البرامج هذه هنا ما دخلناش المجال هذا مازال ما دخلناش في مخططكم مازال ما دخلناش فيه بصح في المخطط ليست في المخطط القريب ما كانش البعيد الله اعلم معناها ماناش عارفين الدنيا هذه وش فيها نعم انما هنا متخصصين اكثر شيء في اللغات وخاصه اللغه الانجليزيه متخصص في اللغات يعني هذا أنه عندك منهجيه معينه راك تدرس فيها باللغات اكيد هنا نتبعوا برامج برامج عالميه كما مؤخرا البرنامج اللي نستعملوا فيه تاع 2022 انا مازال حتى ما دخلش الجزائر جبنا مم. نسخ الكترونيه نخدموا بها والاخر وعندنا البرنامج تاعنا الخاص البرنامج تاعنا الخاص هذا تم إنشائه حسب الاحتياجات تاع الشخص هنايا في المنطقه كنقول في المنطقة معناها كنهزوا نهزوا مثلا شمال افريقيا ككلة ولا نهزوا الجنوب خاصة لأن كي نحكوا على الشمال واحد باش يقرا لغة أجنبية ديجا عندها أو يتقن لغة أخرى اللي هي مثلا فرنسية تلقاه لاباس به في الفرونسي ويزيد يتعلم الإنجليزية تكون عندها سهولة أكثر من شخص ما يعرفش لغة أجنبية أخرى صحيح.